ازيكم يا بنات، معكم واحد وحشتوني كتير. قبل ما ابدا الفيديو ناس كتير او 3 كومنتات جولي كده النهارده وغراب قوي، قالوا لي ايه يا واحده، هو صوتك فيه ايه؟ صوتك ماله؟ في حاجه متغير فيه كده، حركات بتخش كده. عايزه اقول لكم يا جماعه اللي انا مركبه تقويم للاسنان. فانا ذات نفسي يعني بلاقي حروف دخلت وحروف خرجت وحاجات غريبه بتحصل لي والله العظيم، فسامحوني لو حرف وقع مني عشان في حاجات غريبة كده في الفم، فمش عارفة اخد عليها يعني، فسامحوني لو اشمئزيتوا من صوتي او اي حاجة، انا اسفة. النهاردة معانا وصفة حلوة جدا للبشرة، خلي بالكوا بعد كده يوم وصفة للبشرة ويوم وصفة للجسم سواء تخسيس او اي حاجة ووصفة للشعر، هنمشي بالتدريج ده ان شاء الله. قبل ما نبدأ الوصفة، لو مش مشتركين، شفتوا؟ لو مش مشتركين ادوسوا اشتراك وفعل الجرس وانسى على كلمة الكل عشان يسالك كل جديد. اهم شيء اللايكات يا حبايب، اوعي تنسوني في اللايكات. عايزه اقول لكم قبل ما ابدا الوصفه، معلش حقكم عليا اسمعوني بس، انا عارفه ان انا بقيت رغايه قوي اليومين دول، معرفش في ايه. عايزه اقول لكم عشان في واحده دخلت سالتني سؤال كده، قالت لي يا وعد قولي الصراحه، انت دارسه ايه او انت معاكي ايه؟ تمام. السؤال ده بصراحه ما يعني ما ينفعش اكذب، لان الكذب ملوش اثبات، يعني لازم اقول الصراحه. خلي بالكم يا جماعه، يا حبايب قلبي، يا متابعيني الجمال، مش كلنا اللي بيعملوا وصفات على اليوتيوب، معظمنا مش كله خبرة، مش كله يعني اساتذه في الوصفات، لا الكل في اليوتيوب دلوقتي بقى يسرق، سوري في اللفظ، كل الوصفات من بعضها، ده بيشوف وصفه بيعملها بتعرف ايه. دي تجارب بتبقى احنا جربناها على حد من عندنا او من نفسنا، فبنقولها لكم. وانا واحده من الناس، ماليش دعوه باي حد، ده مش هعمل عامه يعني، انا بتكلم عن نفسي. انا هقول لكم اللي انا بقيت اقرا كتير جدا جدا، وبقيت اجيب كتب كبيره جدا جدا، وبقيت اخش في منتديات اجنبيه ومجموعات كتير جدا، وبقيت اشوف اراء الناس وتجارب الناس كل حاجه، وبقيت في وصفات بينفع اعملها قبل ما اقدمها لكم، وفي وصفات بديها لكم على طول اللي ما بكونش انا محتاجاها برضو. تمام. عايز اعرفكم يعني مش لازم كل اللي بيعمل وصفات ده يبقى خبير في الوصفات، دي تجارب ناس هم بيسمعوها واحنا بنيجي نقدمها لكم بدل ما تلفوا وتتعبوا كتير. فانا واحده من الناس مش خبيره في الوصفات، ولا كنت ليا في الوصفات ولا الكلام ده كله، بس قعدت يعني اقرا كتير جدا زي ما انا فهمتكم، وبقيت اخد من ناس تجارب من ناس كتير واقدمها لكم، والحمد لله في معظم اللي انا عملته جاب نتائج مع ناس حلوه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقى ليا جمهور اللي انتوا حبايب قلبي طبعا، وليا مصداقيه اللهم لك الحمد طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بس انا قلت اقول لكم اهوت عشان نبقى متفقين برضو. النهارده الوصفه بتاعت تفتيح البشره وازاله البقع والكلف القديم، ووسعوا لي بقى ومحدش يقدر يوقفني بعد كده بعد الوصفه دي. معايا المستر ده هايله جدا في ازاله اي عيوب في الجلد، اي عيوب في الجلد مع الاستمرار. دي طبعا بتبيض البشره من اول مره، البشره اللي ما فيهاش بقع، البشره اللي ما فيهاش او الجسم اللي ما فيهوش كلف، من اول مره بتفتح، بتحس بحاجه غريبه، مع الاستمرار بتشيل الكلف والبقع، الكلف القديم قوي قوي بتشيله، والبقع بتخلي البشره نقيه زي ما انت اول يعني زي ما انت اتولدتي على طول ان شاء الله. اصحاب الناس الجميله الامارات، اصحاب البشره السمراء اللي هم مولودين اصلا ببشره سمراء، طبعا الوصفات دي مش هتجيب نتيجه معاهم لان دي جينات وراثيه الحمد لله، يعني بتبقوا امامير جدا مش هتنفع طبعا الوصفه دي. اهم شيء الوصفه ما يكونش فيها حبوب وتكون براقه كده وما فيهاش جفاف والكلام ده كله. تمام. الوصفه سهله يعني مش هتتعبي قوي، سواء للبشره هنعمل ايه، ندخل نغسل البشره بدون اي ميك اب بدون اي حاجه خالص، وهنبدا ناخد من ننشفها كويس طبعا، وناخد من الوصفه كده بقطنة بايدك زي ما حضرتك تحبي، ونبدا بحركات دائريه على البشره كلها، فظيعه في تفتيح البشره من اول مره، عكس عقارب الساعه. نبعد عن العين شويه قوي كده ونعمل البشره كلها،
ونفضل ندعك لمدة 5 دقايق كده في البشرة كلها عكس عقارب الساعة، ونسيبها على البشرة لمدة يعني 7 دقايق أو 5 دقايق مش مشكلة. لو خايفين طبعا عشان هي داخلها خل برضو وداخلها كركم وزيت الخردل، لو الناس اللي بتخاف على بشرتها هننزل من تحت الخد كده وهنحط حتة صغننة نعمل تيست ونسيبها 10 دقايق، وبعد كده نغسل بشرتنا ونقعد طول اليوم دوت. لو اليوم ده كله تحسسنا حصل لنا اي حاجة في البشرة ما نستعملش الوصفة دي خالص، لقينا البشرة زي الفل نقوم نعمل الوصفة تاني. نسيبها طبعا 5 دقايق زي ما انا قلت، بعد كده نغسل البشرة بمية فاترة من الحنفية، وما ننساش مكعب التالت اللي هو الماء الوردي يعني، ونمشي على البشرة عشان نكون اغلقنا مسام البشرة وما تتعرضش لأي حاجة تاني. هنعملها يوميا عادي خالص لأصحاب الكلف الشديد اللي بقع كتير، نعملها الصبح وبالليل في 3 أيام بالظبط أو 4 أيام بالظبط، تلاقوا نتائج حلوة 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 حلوة. مش عارفة أنا أكون نسيت حاجة النهاردة تاني وأقولها لكم، لو نسيت حاجة فكروني في الكومنت وأنا هرد عليكم إن شاء الله. اللي بشرتهم كويسة ما فيهاش أي عيوب يعني، ما فيهاش سواد ما فيهاش بقع والكلام ده كله، هنعمل الوصفة دي يوم ويوم، يوم أو يوم لأ وخلاص. تمام. اصحاب البشره بقى الجسم ده مش البشره بس يا جماعه، ده في كل مكان في الجسم، كل مكان في الجسم هنعمل فيه الوصفه دي، وبالتوفيق ان شاء الله. اسفه والله متزعلش مني ان انا رغيت كتير عشان انا بحبكم قوي، بحبكم يا اغلى ناس عندي في الدنيا دي كلها، وليا ليكم عندي مفاجاه قريبه ان شاء الله هقولها لكم، بس يا رب تتم ان شاء الله كده بخير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.